اليوم طبعا أبرز النشاطات وزارة الداخلية في استعراض حول الإمكانيات التي توفرت بفضل وزير الداخلية المفوض لكل الأقسام، أو بالأحرى مراسم الشرطة ورجال المرور، سواء كان في الاستقبال، وهناك بعض الآليات اللي تشتغل ضمن إطار وزارة الداخلية. طبعا ما زال هناك العديد من الإمكانيات والآليات المستهدفة لبسط الأمن ولرفع هيبة الشرطة داخل مناطق ليبيا إن شاء الله كلها. هذا غير منفيض، هناك المئات، ربما كان ما نقولش الآلاف، من الآليات ومن الدعم بحيث ترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية، وإن شاء الله حتطول كل مديريات الأمن سواء كانت قريبة أو البعيدة بإذن الله. كل الأقسام، أقسام البحث الجنائي وأقسام المرور وأقسام النجدة، كلهم سيصل إليهم هذا التطور إن شاء الله، تطوير قدرات الشرطة من حيث الإمكانيات ومن حيث الدعم سواء كان تدريبي أو من حيث الآليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.